مولد الكهرباء مع نظيف عملية الدفاع. أهلا وسهلا بكم المتابعين الأعزاء. تحويل محرك دراجة كهربائية إلى مولد كهرباء مغناطيسي منخفض السرعة. سأقوم الآن بتجربة المولد بحمل، فقمت بداية بتوصيله بدائرة توحيد قنطرة لكي نوحد التيار، وأقوم بتجربته. وقمت بربطه حاليا بصاروخ عم يسموه أو جلخ بقدرة 900 واط. طبعا هو تيار متردد لكن يعمل على تيار دي سي كما تلاحظون. الآن دورة يدوية يعمل الجلخ بصورة جيدة وبسرعة ممتازة، يعني الدورة الآن لا تتجاوز 60 دورة في الدقيقة. هذا ممتاز جدا. في البداية كان لا يدور نهائيا، كان الفولت ما يتجاوز 6 فولت بدون حمل. الآن بقوم بربط قياس الجهد مع الحمل لكي نلاحظ كم بتكون الجهد وهو محمل. الجهد وصل إلى 21 فولت وهو محمل، والآن بدون تحميل. وتلاحظون الآن الفولت يصل إلى حوالي 45، تدوير يدوي طبعا، وهذا رائع جدا 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 على ما كان قبل التعديل. وصل إلى 52 فولت، رائع. والآن بعمل فحص للإمبير وهو محمل طبعا على الجلف. كما تلاحظون الأمبير يصل إلى 300، تحريك يدوي وهو محمل ب 900 واط. هذا يعني فوق الخيال عما كان قبل أن يتم التعديل. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم المعلومات به، ولأي استفسار يمكنكم التواصل معي عبر التعليقات أو عبر الإيميل الموضح في القناة. ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو، وإذا لم تكن عادك مشترك بالقناة فيا ريت تشرفنا باشتراكك وتفعيل زر الجرس، ويمكنكم الاطلاع على باقي الفيديوهات في القناة للفائدة طبعا لمن يحب أن يستفيد. وتابعونا في فيديو قادم سيتم دمج هذا المولد في توربين رياح صغير فردي عمودي. خليكم على اطلاع. إلى اللقاء.